السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك عمر سليم وانت بتتفرج على قناة بيم اريبيا. طيب دلوقتي احنا هنتكلم على السبيس. ما احنا اتكلمنا عنها بالتفصيل ازاي تعمل سبيس. بتيجي هنا في الاناليسيس وتقول له عايز اضيف سبيس، هو بيضيف لك السبيس اللي انت عايزها. وممكن تقول له بليس سبيس اوتوماتيك. لما تيجي تعلم على السبيس بتلاقي معلومات كتيرة أكتر من الروم، زي حساب بتاع الكهرباء وحساب بتاع التكييف وكل الحسابات بتاعت الإنرجي. لو انا عايز ابدا اصدر بقى ملف الكوبي، فبلاقي عندي الكوبي اهيت، بتدخل سيت اب بروجكت، ولما تخلص بتقول له كرييت سبريد شيت. بتلاقي هنا عندك الاعدادات، هل انت عايز سبيس ولا روم. في ناس بتقول لك الروم، انا عايز كل روم. في ناس بتقول لك كل سبيس، وفي ناس بتقول لك الحاجات الام اي بي بس هي اللي تبقى سبيس. بعد كده بتقول له كرييت سبريد شيت، يروح مصدر لك الجدول ده. تعال نشوف الجدول ده عامل ازاي. الجدول بالشكل دوت اهوت، بتلاقي فيه المعلومات عن المشروع، وبعد كده كونتاكت الفاسيلتي الفلور السبيس. السبيس بالشكل دوت، احنا كناش عملنا سبيس كتير واحنا بنصدر، بس هي الفكرة كلها ان انا بيبقى عندي الزون. الزون ده بتقسم لسبيس الفلور فاسيلتي، وعندي اي عنصر بيبقى فيه تايب، والسيستم بتاع المشروع. الحاجات دي بقى ما بتبقاش جوه الملف الريفت، دي بتضاف اللي هو الاسبار والريسورس والجوب. الاسبار دي خاصه بقطع الغيار، الريسورس خاصه بالمصادر او الاشخاص والمكن والعدد اللي انا هستخدمها في عمل الصيانه. والجوب هنا بتبقى عمليات الصيانه. كل دول بيبقوا مربوطين بالطيب، والطيب ده بيبقى لازم يكون محدد في انهي سبيس. بنلاقي هنا النيم، ده الاي دي او اليونيك، يعني ما حاجه ما تتكررش، وعلى اساسها بقدر اعرف بقيه المعلومات بتاعت المشروع. يعني ما ينفعش اخلي ده هو ده اليونيك بتاعي دوت. انا كرييت باي مين الشخص اللي عملها، كرييت اون الوقت اللي عملها، الكاتيجوري الدور اللي هو موجود فيه، الديسكريبشن السيستم بتاعي، الاوبجكت، الروم تاج. يعني ساعات الروم تاج بيبقى مختلف عن الاسم السبيس. وبعد كده الجروس اريا والنت اريا. الجروس اريا دي الاريا كلها، هنا النت اريا دي فعلا المساحه الصافيه من السبيس ديت.